السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة، جزاك الله خير. اتفضل، الله يغفر لي ولك. أمي بارك الله في عمرها وطال الله في عمرها، ها؟ أمي أيوة الله يغفر الله في عمرها، عندها يعني بينزل أحيانا بعض قطرات البول عليها يعني، فهل ده لها عذر مثلا في موضوع الوضوء؟ لأن في يعني ساعات بيكون شاق عليها وهي لا يعني عفوا، تكون في ال... هي عفوا هي مصابة بسلس البول، يعني بول مستمر ولا ينزل أم ينزل أحيانا؟ أحيانا يا شيخ، أحيانا. إذا كان ينزل أحيانا أحيانا إذا يلزمها أن تتوضأ وأن تنظف نفسها لكل صلاة. عندها مشكلة، عندها خشونة في قدميها في رجليها، لك يعني إذا كان عندها صعوبة في الحركة وصعوبة شديدة يعني. إذا كان سلس بول، إذا كان سلس بول يعني مستمر لها عذرها، لكن إذا كان أحياء حالات نادرة يلزم أن تتطهر وتتحمل شيئا ما لوجه الله. إذا عجزت تماما عندنا التيمم. السلام عليكم. تصير التيمم، طب هل لو في حالة السلس هل لها عذر مثلا؟ طبعا سلس البول لها عذر، طبعا صاحب سلس البول كل البول نزل على طول لا يستطيع أن يتحكم فيه، خلاص يتوضأ ويصلي. هو مش على طول يا شيخ، بس بعد على الفترات يعني، احيانا ما انا يذهب جاوبتك على الوضوء الوجهين، وترجع الله يغفر تاني لك. ممكن ينزل. انا جاوبتك على الوجهين، الله يحفظك. السلام عليكم.